واش بابا؟ واش بنت؟ رجعت لهذا الدوسي. يلازم نرجع لهذا الدوسي، قلبي محروق منه. الورث نتاعي مديه مديه ما دامو هذا الدوسي عندي. بصح يا بابا علاه تتفكروا غير في رمضان؟ بارك الله فيك، خاطش هما العام كامل ناسيني. انا في رمضان باش نهرجهم نروح للإدارة نوض عليهم النحل، ولازم نجيبهم كل وشراع ونخلطها، وباهما ما يصوموا ما يريحوا ما والو. أنت تهرجهم بعد يتهرجوا علينا ويقعدوا رايحين جايين. ما يجيوني ما والو، أنا راني قاعد في سيدنا رمضان والإدارة قاعدة. نروح للإدارة عطوني هذا الكاغد، بدلوا لي هذا، يا دار التراب جبدوا لي ترابي، عقدي الشراع بعثوني كذا، وخلاص الموثق ونهبلوا. ها راح تهبل روحك وتطلع لك لاتونسيون. ما يصير لي والو، طيب خاوتك هذوك روحي نوضيهم قول لهم ينوضوا. ها ما يقدنيش ما يجيبوا خبزه. هادوك ينوضوا حتى الوحده هادوك. ما تسحقي من السوق نجيب لك؟ لا نسحق والو صح. هيا روحي مالا. بخير هاد. اه. وش سيدي راك صبحت ناشط ومبكر خير برك. يا سيدي انت اللي راك صبحت ناشط وحاكم الحيط غير خير سي. انا سحرت وما دانيش النوم، قلت ضرب دوره قلت دوك نطلع نركض. ما جاكش النوم؟ والله مرقت. قول لي كش ما تسحق نديهم لك البوست ولا ما تشقيش روك انا هنا. لا يكسر خيرك، هذا الدوسي لازم انا نمشي معاه. من رمضان لرمضان اللي تفكرته، هذا الدوسي راه تاع الورثه نتاعي، وهذا رمضان راني حاب نهرجهم وما نخلي حتى واحد نورمال في الدوار. مازالك مع هذاك؟ رقدت عليها الحاج وما غرقت وما قاعدين يتنعموا ليه وانت الشغله وقاعد منين؟ راهي قداش حد يحاجتي ورثتي، كل عام نقول هذا العام يفيقوا هذا العام يفيقوا، هذا رمضان راح نهرجهم. انا قاعد انايا الكواغط والاداره دار التراب داخل عليهم، مانيش خارج غير عطاوني حقي ولا نحاولي حقي. استعربي هاو انا كون انا نرقد انا لا رزقي. لا انت واش من ورث عندك؟ لا راك راقد ولا واقف عليه. لا انا قلت لك كون جا عندي ورث ما نرقدش به. شي هو انا معك قدام، تحتاجني في اي حاجه انا هنا. لا خبي صحتك روحك، وروح ارقد شويه خاشا روح لك رقود تاع الليل، يعود روح لك تاع النهار. اطلع ارقد عمر وكي تفطن غدوه روح تخت روح ويعود فوتك الحال. روح ارقد ارقد هذيك هي، روح نرقد ديها. هو راح نرقد ديها. وعلاه 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 ديما هكذا يا عمر؟ وعلاه مسهرني كاع الليل؟ ما تقول مرتي احتاجتني، ما تقول واحد جاي يدقدق في الباب، وعلاه هكذا دوكا عرض نستناك هكذاك؟ قولي لي بابا كان يشت ومدي هذوك الكواليطات ورايح بهم. مازالك تحوس على بابا؟ دابك وداب بابا، ديما تحوس وشو يدير بابا؟ وش راك حاب عمر؟ والله راح يجيب الورث تاعو، وكي يروح يجيب الورث تاعو راح يجيب الورث تاعك، وكي يجيب الورث تاعك راح يجيب الورث تاعي. اش مراك تدبر عمر؟ افهمهم هاد الناس هادو، نتوماكم من العائله مرفها، رفهتونا معاكم، ماكم زواوله خليتونا رحنا شفنا في صحيح. شوفي انا رايح نرقد، ما نحب نسمع ني تقربيع ني غسيل. الولد هذاك ربيه الله يسال عليك، ونوضيني نص ساعه قبل المغرب مش كيما البارح حتى ندن عليا. وعلاه يا ربي وعلاه؟ كاع مديت لهم رجال مسقمين وانا مديت لي هذا عوج، وعلاه؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والرايح؟ السعدي والرايح، رايح نخدمك واخد يا وليدي. مدير ما كانش هو اللي غدوة. ها؟ أنا قلت لك المدير ما كانش هو اللي غدوة. ما تقلقش وليدي. السلام عليكم أهل الحاج. السلام صحيح. سامحني الحاج نعرف الخبزة في رمضان. أي بسم الله. لازم نطلب مع الصباح. خير الله يبارك. بسم الله الحاج لاباس. الله يبارك. خير الحمد لله. تقطعت لك الحية كلها. شكون اللي كتب لنا؟ الحاج. انا كل بنان صايمه كنت تكذب عليا. بدا خش رايح كيف تقول لي اسمي الحاج بنان؟ انا ما نديش له خطره بالشهر كامل. من تفرع معايا حاجه تقررني يطي لي غير الحاين. هذا انك سيدي بالعقل الحاين هبلنا. علاه تضرب فيهم مسكين؟ علاه فين جاك المفتاح؟ فين جاك المفتاح؟ سيدي كيف لقيتو هنا هذا؟ وشكون اللي كتب لنا؟ مسكينه. خلي ملايكه سيدي على البليز. انا البليز يا لي بنانه كلاها ولا زوج. راه مرضني الطفل هذا الحاج مرضني. لا الطفل ملايكه تعود تضرب فيه مسكين هكذا يعني؟ كم الحين هذا لازم تربيه محمد، لازم تربيه مليح ويتربى لاولادنا مساكين هاملين هكذا. لا تضرب فيه هكا وعاد تعلم الكذب وعاد كره قاعد في الدار خير. لا جيبوا دار الاداره هنايا ملايكة كما هذه عود هكذا. اللي قلنا حين الحاجة ذا. أنت لازم تربيه تحطه في الدار ويقرأ. سولي ديس بس ما تبكيش. يا سيدي هذا راهم ولادنا هذو، وش بيك أنت سيدي؟ لا 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 لا. ها
شنو خطره بالشهر تتشد هاك تربي اشريها له ان شاء الله تعيه برك نقضي صلاحي مع الدوسي هذا برك ان شاء الله اشريها له بنان اشريها له بنان برك ودعي لي نقضي الدوسي تاعي هذا ونجيب الورد تاعي والله غنجري له قنطار بنان ان شاء الله هيا سيدي تهلا فيه هذه الملائكه تهلا خويا انا نقول باش نحط الدوسي تاعي روح روح عاد روح هو ابنك هذا كبتك ايه علمو حوايج ملاح هاك تشوف هذه ورايح شوف اسيدي اسكت السلام عليكم ما تفضلش معايا الحاج ما تفضلش معايا واش الماء والبيض دوستي دوستي يا توجد يا سيدي راه ولا درستك انا هو اللي جيراني دوستي راه انت جا الحاج ماشي هنايا الحاج روح البيرو ليها ماشي هنا الحاج سبحان الله العظيم دوستي راه توجد الحاج الله يعيشك انا راسي راه يوجع فيا العام اللي فات جيت لقيت كبت كل عام عندي درسه روح دوستي توجد الحاج خليه يروح ودني ودنك تسمع وري لي حاجة ومن بعد درسك لا 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 ما عند رسول الله الحاج خليني نروح نسد المدرستي بعد نجي ربي ان شاء الله العلي العظيم من الدرس هذه تعقب لك لدروسك انت تنحيها وتغلط لك الطبيبه في الصحيحه وتنحي لك الصحيحه وتعاود تولي في الليل تلقاها مسوسه ومن بعد يطيح لك الناب تاعك ودرسك يا رب العالمين رانا صايمين اسيدي درستو درستو العام اللي فات لقيتو درستو كرام دايرين لودونتيست هنا يخدم معاه وخلاص كل عام درستو وينك رايح الحاج؟ انا رايح نخدم كوارتي لا لا راني نمسح مع عندك وين الجوز وين راكي تمسحي الماء ماهوش صحيح انا راني نمسح وبعد الجوز يا هي سيحي الماء مازال ما بديتيش اسيحي راح نسيح الماء راح نمسح وين راكي بعد ما تسيحي نروح انا وينك رايح راح نمسح كوارتي يا سيدي كي نمسح وبعد الجوز يا سبحان الله واحد درسه واحد وهذاك على راه قاعد فيه يخدم ها وراح لك من هي تيري تسعة تاع الصباح الرجل اللي يصلي هذاك راقد معاه من نهضر درك انا والله العظيم غراني كي شغل مودر في رومبوا لا اله الا الله محمد رسول الله ادخل السلام عليكم ورحمه الله واش الحاج لاباس واش خويا واش دير انا حنا طبطبت قلت لي ادخل انا قلت لك ادخل ايه عاود اخرج الحاج عاود اخرج ايه راني هنا في اجتبل ولا راني انسان مانيش حيوان تقول لي ادخل ومن بعد تقول لي اخرج انا قلت لك ادخل ايه صح عاود اخرج الحاج مانيش خارج الحاج عاود اخرج يرحم بابك راك كبير قادر روحك سيدي وش هذه الاداره هذه معوجه هكذا واحد المراه قالت لي ما تدخلش راني نسيق الراجل اللي داير ابنه الاخر من هي راقد واحد يصلي وش هذا الحاج قلنا لك اخرج بالملاحه خير به سيدي ومش بالملاحة وش راح دير الحاج اخرج ما تعرفنيش مليح نتايا ما نعرفكش الحاج اخرج راني نمرمدك تمرمدني والله غير نمرمدك سما انت ماكش تخدم في خدمتك شوف قاعد تحفف للراجل هنايا ماكش محترم الإدارة انا احترمتك طبطبت ودخلت وشيخ كبير تقول لي انت تمرمدني نتايا نمرمدك باك انا شيخ كبير اول انتوما الشيوخ انتوما اللي تهبلوا فينا حنا انا راني خدام هنا راني خدام عندي 25 سنة انا في الشارع هنايا سمعت 25 سنة وانت ميزيرية هكذا وتستقبل في الناس بهذه الطريقة اخرج الحاج هذه هي الإدارة اللي توكل فيك خبزة سالك انت باش تمرمد الناس وسيادك انا في مقص بويك تقول لي كلام كيما هذا شوف اخرج علي نقول اخرج والله العظيم لو كان نجيك درك نحي راسي نضربك بدماغ تاع الشيوخة تاع الناس اللي محنا راس كبير وش معقب غير ندير لك فتحة في راسك كيما راهو محفف ويعودوا الناس يقولوا دنك دنك في امه مشرك والله ما تفر انا نقولها لك بس انا نقول لك شوف اسمح له هذا انسان كبير بابانا خليه انت راه قلبك رمضان لا قول له ما يعرفنيش انا في الروح شوف العماره يسوق عليه خلاص الحاج خلاص هيا وانت معاه والله ما استحف لك والله ما استحف لك مساء الخير تفضل الحاج تفضل يا قلت لك ما تجيب لي حتى واحد بالعقل ما تخاطبيش انسان كبير وجهه منور كيما هدايا شوف غادي تروح دير فيه مزيان نتايا في البيرو تاعك ما تجيبوليش هنايا وروح بعد ليا كي دير فيه هو لطيف دوك يا حضره لطيف ها هو وليدي هذه راهي اكثر من هذاك الحفاف على بالك لا راكي تاكلي في روحك هكذا وتصوتي وديه ديه عليا وليش بيك راني عندك في الدار انا خليني في الاداره هذه الحاج ما رانيش معاك وماذا بك باش حتوري لي خدمتي اسمعي كي انت لدارك اهدري الحاج ما عندي حتى هضره معاك
وما حطوكش انت مسؤول عليا اليوم هنا محرش عليا نتايا. انا اللي كنت مسؤول عليك ما تقعديش خلاص في هذا البيرو نقولها لك انايا باش تعرفي دغيا. يعني فين زهريه دليا ما تكامل حتى واحد جيت انت دوكا تقلقني. نجي نجي هذه الاداره انا وين على بالي بلي راح نتلاقى مع كوزين انايا هنايا راه من الطبخ والماكله وبنتي وش بك هذايا ما تجيش لي انا راني جيت نخدم كواطي تخدم مليون انت يلا بس عليك. شوف دير يا الحاج هذا روح بعدني روح شوف دير فيه مزيه ونحدد فيه مزيه. وين يروح يديني على بالك انا يا كاجو يحطني بارتو ولا جيت نخدم كواطي هنا تخدمي لي كواطي طب راسك نتلفها لك 100 خطره خلصت سبحان الله. احترمي روحك شويه راكي سالكه باه تخدمي وتقابلي مواطن خاصة انت باش تلقاي البورك طيبي في حنايا غير انت اللي راكي تسومي في هذه البلاد ولا غير انت اللي عندك دار ولا نسكن عندها ديار وين نروح مانيش رايح نقعد لك هنا ناي. شوف دي عليا روح دي عليا الحاج هذا وين صوتكم ربي عليا اليوم ولا شنو نسلي صوتك هبطي صوتك راه قدامك رجاله ما عندكش اب انت ما رباوكش والديك ما تعرفيش باللي واحد تهضري معاه مليح انا في مقصب بيك انا هضري معايا بالعقل جاب لي الخير انا اللي عندك انا الله يسهل عليك يا وليدي قولها تهضر مع الناس بالظرافه والملاحه راهي سالكه واش قريتي انت ولا ما قريتيش خاطر انا والله العظيم نحكمك هذاك الشر لهوذك لهوذك فيه ونقليك كيما البوراك هذايا وحده شغلت عنده وراه هنا يوم تجي تقلق لك بالحكم بالحكم لا الدوسي تاعو راه عندك بالعقل لا لا ما عندي وليدي ما عندي حتى الدوسي تاعي انا التراب تاعي ما نشكيش عليه نقول لك صح انا هذا النزاع اكثر من البوراك تاعي هذه ما فيهاش ثقه هذيك وانا نقدم لها الدوسي تاعي تلهوذوا في ذاك البوراك وتعاود تقليه عمري نزيدني اياه هنايا ولي في الفطار ولي في الفطار تدعي عليا ولا ما تدعيش وراه المدير تاعك راح كمل المدير راح شوف المدير دوك نروح عند المدير نحكي شوف المدير قبس هذه شنو هاد الزقاعه راهي اداره ولا سوق سيد المدير انا مع الدوسي تاع الحاج حبي يشوفك واش من دوسي ها تاع التراب على بالك نحوس نشوف الورث تاعي والدنيا مصباح وانا هامل المدير خويا دير عبد القادر هذيك عبد القادر عنده الطوموبيل تاعو راهي اون بان لا يخدمها بون شوف سعيد سعيد عنده يماه داها السبيطار حيث لي الوفاة وفاة راهي كونجي ماترنيتي صافي سمانة با راح للبيرو تاعك يا وسيد بابا الحاج دقنا اللي حيت لهم ما همش هنا واللي راه ما هنا سيد المدير ما كان ولو راه مصباح نحوس عليك قلت لهم وراه هذا المدير هاملة هاملة واحدة طيب ولا اخرى تسيق الاخر راهي ما كان ولو المدير خويا دوك نقوم ان شاء الله بابا الحاج ما تقلقش دوك نريق لك ان شاء الله 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 الملائكة راهم هنا يا بنتي تلعب والبالو يا سيدي الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله 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 لا غالب ما كانش وين يروح ما كانش وين يروح وما نحبش يخلطوا الجيران هنا خير هنا خير هنا خير هو راهم الله يبارك ملائكة يخدموا تحت هذاك والدنيا واش بون معليش معليش لا لا وراسك خير خلاص يعطيك الصحة لا لا نقوم بك ورا رمضان ان شاء الله نجيب قاع على خير صحة فطورك وتهلا في الملائكة هذو كادو هما اللي تاع المستقبل هيا مالا بقى على خير صحي صحي بسلامة بسلامة طولت يا شيخ مرضت مش غير طولت واش يا ربي يستغفر فريتها ولا ما فريت والو وليدي هذيك الاداره لا اله الا الله ما نزيدش نروح ليها خلاص خاطركش اداره خساره هي بعبادها بكلش واش فيها الدخل ناس بولادهم المرض الطيب تعرف تشم الريحه تاع الماكله ما عرفت انا لا دار ولا هم خالصين بركو بوريا والله لا حرام ما لا الريستورو هذه ما هيش اكثر من الريستورو وسفيان قدرك بطاش في رمضان الاداره انفيتيها في رمضان يا شيخ ما يخدموش الناس سهرانه في الليل ما يخدمين يقلب لك والو شيخ خلاص 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 ما نشوفهم ما يشوفوني يا لو كان رحت ودارت معاهم انا على بالك نروح ندير قره وكثر كثر كثر عندك الحق جاتني في راسي نسكر عليهم ونخليهم ثم واحد التشناف سيدي كي شغل قلقتهم انايا وقالت لي واحده قالت لي ما تخدمش قالت لي انا تشناف جاي تقلق فينا انت صح بصح انت راكي سالكه سبحان الله ليه جيتي من الدار تقريبا 20 واحد خالصه باطل هذو شكون الصور منين يجوا لا رانا نولوا اللور هكذا شفتوا رواحكم ما تخدموش اقعدوا في دياركم ما تربحوش الحرام في سيدنا رمضان قال ندي كونجي وريح والا ما رمضان هذا تاع تعب وعباده ودين ماهوش تاع برك ماكله بركو فاتح عينيك وخلع ما تزعفش ما تزعف صحتك صحتك هذه ما زيد درك انا من العوج نعوج عليها بلاد كلها من صاحبي ناس بلا خدمه لولو جامده جامده سيدنا رمضان فيه النشاط فيه الحركه فيه الحيويه
والله ما زدت رحت اليوم في هذا رمضان ولا شفت في قرده. الله أكبر. يا سيدي. الله أكبر. أدنى. حطي مدود سيدي. بسم الله. حطي ميها حامية. ميها حامية. أي حط أنا حط أنا حط حط. حط التفاح وتشيلهم من بعد. هذه النعمة هذه ما يلعبوش بها في السماء في الأرض وما لحقناش بها. حاس الطائر اللي بها أنت في السماء. سربي لك. سربي لي الشربة. أيوه. نشرب شربة. أما. أبدا باش تحب. خليهاش تبرد بزاف نعود نموت. بسم الله. ما تكثرش بشوي.